ظهور الكاراتيه في الألعاب الأولمبية لأول مرة في تاريخها بأولمبياد 2020 بصفتها واحدة من 4 رياضات جديدة تم اعتمادها بطوكيو حقق نجاحا باهرا أشاد به الجميع من مسؤولين ومتابعين وجماهير. وكان نصيب العرب 4 ميداليات في رياضة الكاراتيه بطوكيو، ذهبية وفضية وبرونزيتين، وكانت مصر صاحبة الميدالية الذهبية عن طريق فريال أشرف والبرونزية لجيانا فاروق. اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي أعلن عن نفسه في أول ظهور للعبة بالأولمبياد، وأثبت أن مصر قادرة على تحقيق الإنجازات والبطولات. وما شهدته الأولمبياد ليس مجرد صدفة، وإنما نتاج عمل شاق وجهد سنوات حرص خلالها الاتحاد على إعداد الأبطال بشكل يليق باسم مصر في أكبر محفل للرياضات. تتويج فريال أشرف بالميدالية الذهبية وجيانا فاروق ببرونزية منافسات الكوميتي ختام لمشوار حافل للبطلتين في معظم البطولات التي شاركنا فيها، واستمرار للدعم وخطة الاتحاد في تجهيز أبطال الكاراتيه. وربما تمثل دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 آخر ظهور لرياضة الكاراتيه في الألعاب الأولمبية، في الوقت الذي كان مسؤول الكاراتيه يأملون تأمين مستقبلها الأولمبي على المدى الطويل نظرا لشعبية الرياضة الكبيرة في مختلف بقاع العالم. تم محاولات رسمية من أجل تقديم التماسات للجنة الأولمبية الدولية لتغيير قرارها وإعادة إدراج الأولمبياد في باريس 2024، مع إطلاق الاتحاد العالمي للكاراتيه حملة بعنوان كاراتيه 2024 لإضافة الرياضة لأولمبياد باريس، مع تشجيع عشاق اللعبة على التفاعل والدعم من خلال شعار الكاراتيه رياضة أولمبية.